ها يا نوب يا نوب، صار لك ساعة بس من المقدمة يا زلمة. يا زلمه، صعب المقدمات حبيبي. خلاص هتقول يا شباب، الصراحه صار لنا ساعه بحاول اعمل مقدمه حلوه يا شباب، مليت خلاص، مليت خلاص، تعبت من المقدمات يا شباب، بلشت سلام التسجيل سلام وخلاص. عليك، اه بس كلمة السلام عليك بصراحة عيدة ألف مرة. يا شباب يعني سلام، عملت المقدمة خلاص، قلت حاجه خلاص، بدي ابلش التسجيل وابلش المقدمة وادخل على الحدث وندخل بالاخير. حبايبي الكلام، اليوم نزل فيديو جديد، اليوم راح ننزل فيديو جديد، اوكي؟ راح يكون محتوى الفيديو على شوت جان الطلقتين الجديد، اوكي؟ كل شيء تمام حبيبي، لا تغزوني. خلينا ندخل على الحدث، لانه متحمس كثير لافجر راس عموره بهذا الشوت جان الطلقتين، فهمتوا علي كيف؟ ايه قبل ما اليوم، نبلش بهذا اليوم المقطع، بنشوف، شو اليوم؟ اليوم بنشوف راح نشوف، راح تشوف هيك. راسك راح يطير. اوكي شباب، خلينا ندخل على الحدث، متجر الهاكر مثل ما انتم شايفين. طبعا شباب معي النحس، اوكي يعني راح يكلفكم من الاخر شباب، اذا حط اذا حظكم مثلي يعني صفر صفر، اذا حظكم صفر اشحنوا 2600 وخذوا الشوت جان شباب. راح تشوفوا يعني صراحه شباب، 2400. 2400 عفوا عفوا، لانه تعرفوا شباب ليش اذا بتعملوا البعثة؟ الحساب ليش ليش بعدها هون البعثة؟ عندكم اول لفه 9 49 150 300 500 و1400. اوكي شباب حبايبي، طبعا بدنا ناخذ السكين هذا يا اساطير، ما بدي الشوت جان طريقتين، كنت عم لا بمزح معكم. شو خد الشيب جاي يا زلمة، بروح عليك. اوكي طيب ماشي، يلا رح ناخذ الشوت جان طريقتين. ورح ناخذ جايزه الاضافيه. شو ناخذ يا استاذ عموره؟ بطاقات حاضنة. بطاقات حاضنه. اوكي شباب، هيك هيك تاكيد، تعملوا هيك تعملوا تاكيد، وهيك بتاكدوا الخيارين اللي بدكم اياه. اوكي شباب، الان وقت اللف، هل يا ترى سوف احصل عليه من اول لفه ام لا؟ ما رايك يا استاذ عموره؟ والله رأيي ولا تحلم. ولا تحلموا هيك؟ بعرف يا اخي، بعرف بعرف شباب، بس رح يعني املنا، رح نحاول املنا يعني، يعني لسه في امل بالامر يعني. بعرف يعني، بتعرفوا يعني كل بيعرف، ولا مره طلع لي من اول لفه، ولا من اول لفتين، ولا اول ثلاث لفات يعني، بتعرفوا راح تشوفوا يعني، انا بعرف راح يطلع يجي من اخر لفه يعني، فهمت علي كيف؟ جلنا ورتب يلا يا زلمه، فكرت جري هذا يا زلمه، والله العظيم يا زلمه صدقوني الشباب فكرت جاني، بس حاسس زفت بقول لك معي. فوق هيك يا زلمة، فوق هيك فيه إعادة التعبئة أو معدل إطلاق النار. خليك معلم، خليك لوز. طبعا شباب تعرفوا يعني انا يعني كيف اخذكم يعني، بعرف انه راح يجيني اخر شيء يعني، بتعرفوا شيء يعني نو كومنت. اوكي خلينا ندخل على الفيديو، على عفوا على السلاح. اوكي طبعا شباب، وينو وينو، ها ها قولي شو خاصيته بالله؟ ثواني، شوف هاي. اوه ماي جاد، يا سلام شباب، شوفوا اولا لا حلو، شي اللوز، سوي نشوف اوه لا لا، او يا زلم عمورة، هذا السكين تعرف مع شو لازم نلبسه؟ انا بفرجيك، تعال معي. طب شباب خلينا نروح، ما شفنا الخاصية تبعيته، ثواني يا زلمة، ثواني عمورة، ثواني، ما شفنا الخاصية شباب، شو وين مستعجلين؟ اوكي شباب، عندنا السلعة تنتين وعندنا إعادة تعبئة واحدة بس، ولكن الدقة ناقص الدقة، فهمتوا علي كيف؟ بس ضرب ضرب يعني سريع يعني، هذا الشباب توقعوا شوت جان طلق، شوت جان طويل يعني، شوفوا مثل هذا السرعة، نفس الشيء، فهمت؟ سرعته قوية بس، وبنفس الوقت يعني بضرب سريع، وبنفس الشيء بنفس الوقت عفوا بيعبي بسرعة، فهمت علي كيف؟ بس هذا الشوت جان لازم نحطه مع هذا اللبس يا عمورة، ركز معي. تفضل معلم، تفضل معلم، شو رايك؟ لوز ولا مش لوز؟ صوت الصوت تقول حاطط كل شيء. حلو حلو حلو، خلينا ندخل على التدريب، خلينا ندخل على التدريب نجربه، روح ندخل على التدريب يا شباب، ليتس جو نجربه لمدة 5 دقائق هيك على الرواق الرواق. قول لي لا 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 لا، عن جد حلو، عن جد حلو شباب، شوفوا شو رايك معلم، حلو حلو حلو، لا 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 شيء مرتب.
دي مرتب والله. حلو. نجيب الواحد تاني، واحد تاني هون، وندخل على الساحة معلم، نشوف الضرب ما ضرب والأشياء الجميلة. أوكي شباب، نحن الآن بالساحة يا ستير. وين العداء؟ وين؟ ما في حدا. بلا اضرب اضرب. شفت؟ إذا ما لسه بسرعة ما بيلحق يبلع راس الواحد يكون يا، شوف، واحد اثنين ثلاثة. اه معلم، شوف شوف هذا، شوف هذا بابا، شوف. يا زلمة عم بتسلم معه كنت والله شي لوز. شوف معلم، لا 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 والله لا هذا لا، معلم تدخل بالسكواد برياح تطلع منه. هذا معلم تدخل بسكوات وبتعبي وبتحط ثلج، لبين ما تحط ثلج بتعرف يعني. ثواني تعال هون، بس بالمدى مو قوي كثير بالمدى، هي المشكلة. مدى شو مدى؟ شوف هو سلاح ثمانية بالمدى. هذا سلاح لازم تكون مع القرب، اذا مو من القرب وضعك. شوف 17 17 17 17 17 شفت؟ شي ملوز. ثواني خلينا نقرب شوي. يا الزلمة شو هذا؟ طول بالك معلم، شو فيك ولو؟ ثواني تعرف 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 كده. لا لا لا، شو رأيك عمورك؟ والله بس من عن بعد شباب، مش واو. ها ما انا ما ادري احطه بس للبحث. والله كفو عليك، كفو كفو كفو. لا شو رايك عمورة، شو رايك؟ والله عن بعد هذا شغلة فاسد. البعد يعني، البعد يعني كيف البعد؟ خلينا نشوف البعد. شوف معي بس عن بعد يا عم، بعد مش واو ها كثير. انا هيك ملاحظ عمورة، شو رايك؟ مع البعد شباب يعني كيف اخلصهم؟ باين الدقة، الدقة الدقة فيه قليلة، فهمت علي؟ الدقة، هو الدقة مش دقته مش قوية، بس ولكن مع القرب معلم نار. زيد 17 مع القرب، خد بالك. شوف هو الدقة، الدقة يعني الدقة يا عمور، الدقة مش واو واو، فهمت علي؟ بس بيعبي بسرعة، بيعبي بسرعة كتير 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 كتير، مو شوي، بيعبي بسرعة يا أساطير. لوس لوس لوس، شو رأيك يا عمورة؟ شو رأيك؟ أوه. شو رأيك من الآخر، من الآخر أعطيني من الآخر، من الآخر. والله بعطيه 70 70 70 70 بس ما يعني، ها يعني مشي مرتب. طب ثواني يا عمور، خلينا نروح نجيب نجيب انت، نقارن الثاني، ثاني نقارن الثاني. شوف مع الثاني، ركز معي، خلينا نطلع على السريع ونشوف الثاني شباب، ندخل بسرعة ونطلع هيك على السريع، بس نشيل الثاني نقارنه مع الثاني على السريع. نشيل نركب الأساسي. أوكي خلينا نركب الأساسي على السريع، ثواني بس. مقارنة مع القديم، مقارنة مع القديم، شو وضعه؟ شو رأيك يا عمور؟ ثواني العب، روح دوس. خلينا نشوف العادي، ليتس جو هيك من على من على السريع شباب، على السريع. وينو؟ ثواني بس، تاك تاك، هذا هو. ثواني نشوفه من هون شباب، من على القرب، شوفوا. اوه هذا لوز، شوفوا هلا. هذاك شباب كان يضرب 17، هذا يضرب 13 15 17، انا عم بروب 17 نفس الشيء تقريبا 93. ثواني ندخل على الساحة على السريع، يلا يا ساتير نشوف مع بعض. Let's go. وين البني ادمين؟ خلينا نشوف البني ادمين وينهم.
اوكي هذا شوف كان هذاك يعمل 3 ثواني. واحد الصراحة يعني شو هذا؟ ماشي كل شيء حلو. اوكي حلوين. الصراحة يعني ما اعرف شو بداخلكم يعني. هذاك الصراحة عن جد سريع، عن جد سريع، التعبئة فيه سريعة. هذاك هذاك احسن، هذاك احسن. لا لا هذاك لاحظت 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 الضرب عموره ولا لا؟ شوف الضرب قول لي. أقول. هذا لا يا معلم والله ما بعرف انا. شباب شو شو عطولي 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 رايكم بالتعليقات، عطولي رايكم بالتعليقات والله. على الدات عم بحس هذا يا زلمه على الداد معلم، هذا طاير معلم، هذا طاير القديم القديم طاير معلم. شوف هذا، شوف 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 الهيد، شوف الهيد، شوف الهيد. والله شباب ما اعرف، محتار. ثواني بس، ثواني بس يا اساطير. شو رايك؟ والله يا شباب ما افوخ افوخ، والله الشباب ما اعرف يا حبايبي الصراحة ما اعرف شو داخلكم. اعطونا رايكم بالتعليقات شباب باخر الفيديو، اوكي؟ يلا شباب نعمل اول اخر تجربة على السريع عشان نرجع للفيديو اللي فات ونشوف الوضع. ثواني بس خلينا ندخل لهون نشوف من على الغرب. ثواني حابين نجرب اكثر من هيك يا اساتير. حبايبي الكرام اعطونا رايكم انتو اللي شفتوه بعينكم، اوكي؟ ان شاء الله عجبكم مقطعنا لليوم يا جميلين، واعطونا رايكم بالتعليقات شباب الجديد ولا القديم، اوكي؟ بالتعليقات تعطوا رايكم الجديد ولا القديم، اوكي يا حبيبين؟ لا تنسوا تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب، اشتركوا بالقناه يا اساطير، وتفعلوا زر الجرس، ونشوفكم في فيديو جديد. جنة ونطو، باي باي.